ذكرهم. أول من يأتي الأئمة الأربعة، فهؤلاء فقهاء خدموا الأمة خدمة علمية عظيمة، أولهم ظهورا أبو حنيفة، وآخرهم ظهورا الإمام أحمد، وبينهما الإمامان مالك والشافعي. وكل منهما عنيت الأمة بأقواله وآرائه وحررت مذاهبه، وما زاد لهم إلى اليوم لسان الصدق. فقهاء، العلماء، المفتون، الوعاظ، الناصحون يذكرون هؤلاء الأئمة فيترحمون عليهم وينقلون لنا أقوالهم وآراءهم ويذكرونهم بالخير. يقول، يقال في حق أبي حنيفة: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وقيل في حق مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقيل في حق الشافعي، قال الإمام أحمد: كان الشافعي كالعافية للدنيا والشمس للناس. وقال: كالشمس للدنيا والعافية للناس. وقال الشافعي في الإمام أحمد: تركت بغداد وليس فيها أحد أعلم ولا أشد ورعا ولا أعظم تقا ولا أصدق من أحمد بن حنبل. فهؤلاء الأئمة الأربعة خلد الله جل وعلا ذكرهم. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له مناقب عظيمة ومواقف جليلة وآراء سديدة، فلذلك إلى اليوم والأمة تقتبس من ثنايا فتاواه ومن جليل كتبه، وما حرره من علم سهر عليه وفقه الله جل وعلا إليه. ونحسب والناس شهداء الله في أرضه أن الله جل وعلا آتاه الصدق، فبقي له لسان صدق ظاهر في زماننا هذا على وجه الخصوص. كذلك